المزيد من التفاصيل والمتابعة الحقيقة بينضم إلينا عبر الهاتف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. تحياتي لحضرتك سيادة النائب. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى كل صباح النور. أهلا بحضرتك. يعني عايز أسأل حضرتك في البداية، كيف تتابع المشهد الانتخابي على مدار اليومين الماضيين وهذا الإقبال وهذه الصورة العظيمة والمشرفة؟ يعني أنا موجود فعلا في محافظتي، في دايرتي الدائرة الرابعة بالسواش تحت تمج، هنا في محافظة سواش في الصعيد. يعني ما أشاهده في هذه الانتخابات لم أشهده من قبل في أي انتخابات سابقة، سواء كانت انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية أو استفتاء. لا، في حرص شديد على المشاركة من كل الناخبين، من كل المواطنين، من كل فئات وطوائف الشعب المصري. الشعب المصري يعني أثبت جليا في هذه الانتخابات وعيه، أثبت وطنيته، أثبت أصالته. وعي الشعب المصري تجلى أن هذا الانتخابات الرئاسية من أهم الحقوق الدستورية اللي بيمنحها ليه الدستور، ولابد أن يشارك فيها. وأثبت أيضا وطنيته، أن يعني المشاركة في الانتخابات واختيار الرئيس هذا واجب وطني، لابد أن يعني يخرج الكل ويشارك في الانتخابات ويختار رئيسه الذي سيحكمه في فترة وراية قادمة. وعبر يعني هذا المشهد عن أصالة الشعب المصري الذي دائما ما يقف خلف دولته في يعني الأوقات التي تتطلب ذلك، منذ 2013 يونيو 2013 يعني عندما استدعى الشعب المصري يعني القوات المسلحة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندته ومجابهته لاستعادة الدولة المصرية من جماعة الإخوان المحظورة التي كانت تريد اختطاف الدولة المصرية وتغيير وجه الهوية المصرية وحدوث انقسام بين الشعب المصري إلى هذا الموقف. يعني الشعب المصري جميعا يتابع ما يحدث حولنا، سواء في السودان، سواء في ليبيا، سواء في غزة، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، يعني ويشعر بمدى خطورة الموقف ويعني القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، على الأرض المصرية، على الأمن القومي المصري. ما أشهده من مشاركة هو رسالة للعالم كله من الشعب المصري بدعم الدولة المصرية، بالمحافظة على الاستقرار السياسي، بالمحافظة على الاستقرار الأمني. رسالة لكل دول العالم تؤكد ذلك وتجهد دعوات جماعة الإخوان المحظورة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. فكان رد فعل الشعب المصري يعني رد معبر وفي الصناديق بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات. صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك، كيف تابعت تناول وتغطية وسائل الإعلام العالمية للمشهد الانتخابي؟ لا طبعا، يعني ما يحدث في الداخل من مشهد ديمقراطي، احنا لدينا اربع مرشحين بيمثلوا كافة التيارات السياسية، المرشح فريد زهران، المرشح دكتور عبد الساند يمامة، المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني مؤسسات الدولة واجهزة الدولة وكله بيقف على مسافة واحدة في هذه الانتخابات في حياد كامل. ما فيش تقريبا يعني نسب، اقل نسب، ما فيش مخالفات سمعناها، وده يعني احنا بنتكلم في عدد الاف اللجان، اكثر من 11000 لجنه كنا بنسمع في الانتخابات السابقه احيانا عن حاجات كثيره. هذه المره يعني نسب بسيطه جدا الذي يتحدث عنها البعض. التغطيه الاعلاميه يعني جميعا شاهدنا ما قامت به يعني القنوات التابعه للشرق المتحده من الوقوف على الحياد من كل المرشحين ومن جميع المرشحين. احنا كنا بنشاهد تغطيات ل مؤتمرات جميع المرشحين في كل المحافظات. صحيح. في أقصى محافظات الصعيد، ده بالتالي انعكس على رؤية الإعلام العالمي في الخارج أو الإعلام الإقليمي أو الداخل، أن هناك حيادية تامة من قبل أجهزة الدولة، من إعلام الدولة، من مؤسسات الدولة. كان الهدف هو يعني تيسير عملية مشاركة الناخب في الانتخابات، كيفية الوصول للجان، كيفية المشاركة. المجتمع المدني والأحزاب تقوم بدور كبير جدا في تسهيل العملية للناخبين. ده يعني مشهد رائع. صحيح. يعني لازم يدي انطباع جيد وجميل لكل الإعلام العالم عن هذه الانتخابات. صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك عن الصورة والمشهد الظاهر قدامنا. الحقيقة اللافت للنظر رسالة النائب هو حضور المرأة، يعني طبعا هذا ليس بجديد عن المرأة المصرية ودورها وتقديرها الحقيقة للمسؤولية، ودائما في أول الصفوف
تلبية لنداء الوطن، لكن المشهد في الصعيد ان احنا نرى تواجد كبير والمشاركة هذه اللافتة للمرأة ووجود الشباب كمان واصطحاب برضو ايضا يعني بعض الاسر للاطفال، المشهد الحقيقة رائع. حضرتك كيف تابعت المشهد؟ يعني الإقبال زي ما حضرتك ذكرتي رقم واحد في الإخبار كان للمرأة المصرية والمرأة في الصعيد. يعني عايز أقول لحضرتك يعني قبل فتح باب الاقتراع من أول يوم وتاني يوم كنا نشاهد يعني طوابير طويلة من المرأة تشارك في الانتخابات والشباب، النسب الأكبر للمرأة ثم الشباب. ما يعني قدمته الدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولاياته السابقة للمرأة المصرية من تمكين من دعم، الدستور المصري سمح للمرأة المصرية أن يتم تمثيلها في مجلس النواب بنسبة تمثل 25% على الأقل. على فكرة البعض بيفسرها أنها 25%، لا ده 25% على الأقل، يعني ممكن أن تزيد عن 25%. مكنها من تمثيلها في المحليات 25% للمرأة و 25% للشباب أيضا، هذا لم يكن موجود من قبل بهذا الشكل. المرأة أصبحت موجودة في كل الهيئات القضائية، أصبحت محافظ، أصبحت وزير. يعني ما قدم للمرأة المصرية من مبادرات خلال السنوات السابقة، سواء كانت مبادرات تكافل وكرامة أو المبادرات الصحية الاهتمام بالمرأة، كل ده انعكس ويعني حصل رد الفعل بتاعه في الصندوق. شعرت المرأة المصرية والمرأة بالصعيد يعني دعم الدولة للمرأة، تمكين المرأة المصرية من دورها سواء كان دورها على المستوى السياسي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى العملي، كل هذا انعكس بشكل إيجابي جدا على إقبال المرأة على صناديق الانتخاب. صحيح، وانا فعلا باكد على كلام حضرتك، المراه بتعيش العصر الذهبي الحقيقه، وده كان واضح جدا خلال التسع سنوات الماضيه، وهذا لم يكن وليد اللحظه لكنه مجهود استمر على مدار سنوات طويله. خليني انتقل مع حضرتك، توقعاتك للساعات القادمه، هل بنشهد الاقبال بنفس الوتيره ام ربما يكون الاقبال اكبر وتكون كثافه اكبر خلال الساعات القادمه واليوم الثالث والاخير لتصويت المصريين في الداخل؟ يعني دائما المشاهد الانتخابيه السابقة كانت يعني تذهب أن اليوم الثالث يكون أقل في التصويت، ولكن ما نشاهده في هذه الانتخابات يجعلني أتحدث أن اليوم الثالث سيكون أكثر إقبالا عن ما سبق في الانتخابات السابقة، عن اليوم الأول واليوم الثاني. بالفعل يعني قبل بدء فتح حتى باب الانتخابات اليوم أو الاقتراع أمام الناخبين، يعني هناك كثير من الناخبين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية انتظارا للإدلاء بأصواتهم. فزي أنا بتفق مع حضرتك أن اليوم الثالث سيكون أكثر إقبالا من اليوم الأول واليوم الثاني على عكس ما كان يحدث خلال الانتخابات السابقة. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، شكرا لحضرتك على وجودك معنا.